حفل خطابي وفني نظمته السلطات في محافظة حضرموت احتفاء بالأعياد العالمية للمرأة، كرمت فيه العديد من ربات البيوت والأمهات المثاليات والنساء العاملات اللواتي أسهمن في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع. نحن نحتفل بهاتين المناسبتين العزيزتين، ثامن من مارس الذي دفعت فيه النساء ثمن غالي لرفض الظلم وانتهاك الحقوق، 21 مارس الذي تكرم فيه أعز إنسانة على قلوبنا جميعا وهي الأم. حفل أراد منظموه أن يبعثوا من خلاله رسائل تدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في مختلف مناحي الحياة العامة. أثني كثيرا على دور المرأة في حضرموت الفاعل، والذي أذهلني كثير لقدرتها في منافسة الرجل، لقدرتها في الإبداع بالرغم من الظروف التي فرضت فيها بعض التعقيدات والتي أعاقت كثيرا تطور ونمو المرأة. ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل تحديات عدة تواجهها المرأة اليمنية، بدءا بالتقاليد الاجتماعية ومرورا بقضايا الزواج المبكر وانتشار الفقر والبطالة وزيادة تسرب الفتيات من المدارس في بلد تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع معدلات الأمية بين النساء فيه. أكثر من 60% من المرأة اليمنية تعاني من الأمية، يعتبر صاعق بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، لابد أنها تتجه بكل إمكانياتها في الألفية الثالثة إلى رفع مستوى تعليم المرأة أو السعي والتوعية بأهمية التعليم عند النساء. كما أن استمرار الحرب التي تعيشها البلاد منذ عامين والآثار الناتجة عنها وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية عوامل إضافية جاءت لتزيد من تعقيدات واقع حياة النساء في اليمن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.